بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله سنحضر كيفية لمملحات وهي كيش بالعجينة القطنية. هذه الوصفة مناسبة جدا لرمضان بإذن الله. إذا نحتاج هنا أول شيء صدر من الدجاج مقطع مكعبات بهذا الشكل. لدي بصلة واحدة أما مقطعة قطع صغيرة. بالنسبة للتوابل هنا الفلفل الأسود والكاري والملح والفلفل الأحمر. ومن جهة أخرى كنت قد حضرت العجينة القطنية المعتمدة لدي، ها هي قد اختمرت. سأترك لكم رابط الوصفة طبعا في صندوق الوصف. كما لدي قليل من الزيت سأضعه في المقلاة وأحاول تحمير الدجاج. إذن هنا وضعت المقلاة ووضعت قليلا من الزيت بها. سأضع بسم الله أولا الدجاج. إذا هنا سأحاول تحمير الدجاج قليلا ثم أضيف البصل. هنا هذه المرحلة اختيارية، يمكنكم تذبيل البصل هو الأول ثم إضافة الدجاج، ولكن هذه الطريقة أراها أفضل لأن الدجاج يمد نكهة لذيذة بهذه الطريقة. إذا هنا بعد أن قمنا بتحمير الدجاج قليلا هكذا سأقلل على درجة الحرارة وأضيف البصل. هكذا وأخرج المكونات. وأترك البصل ليذبل. إذا هنا بعد أن ذبل البصل سأضيف التوابل. هنا الملح، الفلفل الأسود، والفلفل الأحمر، وقليل من الكاري هكذا. أقلب المكونات جيدا والنار تكون هادئة حتى تمتزج جيدا، ثم أطفئ النار وأتركها لتبرد. إذا هذه هي العجينة الآن وهذم القوالب. سأرش القليل من الدقيق وأحاول طرح العجين. إذا نطرح هنا العجين والسمك يكون يعني متوسط نوعا ما، ليس بالخشن كثيرا لأنه سيتضاعف الحجم في الفرن. إذا هنا بعد طرح العجين أحضر القوالب وأقوم برشها بالقليل من الدقيق. أضعها هنا هكذا مع الضغط قليلا بهذا الأسلوب. هكذا
لتأخذ شكل القوالب. اذا انا هنا الحشوه اضفت لها القليل من المعدنوس وقليل من الجبن، قطعته قطع صغيره. ساضيف له البيض هنا، البيض على حسب الكميه. على فكرة أنا هنا لدي نصف صدر دجاج، سأضيف الملح قليلا فقط للبيض والفلفل الأسود. هكذا وأقوم بملء القوالب. إذا هكذا أقوم بملء كل القوالب بنفس المستوى. بهذا الشكل وأضع القليل من الجبن المبشور. بهذا الطريقة اذا ساضيف حبات من الزيتون الاسود بهذه الطريقه، وادخلهم لفرن يكون مسخن من قبل على درجه 180 درجه مئويه حتى تطهى. هذه هي الوصفة بعد طهويها، سأتركها الآن حتى تبرد تماما ثم أزيلها من القوالب ونقدمها في صحن التقديم. الآن بعد ما بردوا كنت قد أزلت منهم القوالب، كما ترون في الخفة يكونوا ما شاء الله، قلت لكم مناسبة جدا للمملحات أو الوصفات الرمضانية. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وتجربوها بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما سجد من القناة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.